السيستم شو ريسبونس تبعه؟ لو انا جيت اعطيته ستيب فانكشن شو راح يكون عندي الاوتبوت؟ شو راح يكون الريسبونس تبع هذا السيستم؟ اذا عندي هذا السيستم واحد على اس سكوير زائد اس زائد واحد، مطلوب اني اطلع الاوفرشوت، بدنا نطلع الرايز تايم الفيرست تايم كوكيت برسنتج اوفرشوت والسيتلينج تايم 5000. اذا هون عندي هو معطيني بالسؤال انه تاو اس بتساوي 5 تاو وتساوي 5 على زيتا اوميجا. شو لازم اطلع قبل ما اقدر احسب اي شيء؟ زيتا. بدي زيتا اوميجا ان، مش هيك؟ بدنا زيتا اوميجا ان. من وين بنجيب اوميجا ان؟ تمام، بقدر اخذه من هون اوميجا ان، بس بشرط هذا لازم ايش يكون المعامل عندي؟ واحد. هذا واحد، اذا هذا بيساوي جذر واحد اوميجا ان تربيع. اذا اوميجا ان تربيع بتساوي واحد، اذا اوميجا ان بتساوي واحد راديان بير سكند. هلا زيتا عندي لا انت 2 زيتا اوميجا ان بتساوي واحد، 2 زيتا اوميجا ان بتساوي واحد نص. اذا زيتا بتساوي واحد على 2 اوميجا ان وتساوي نص. مضبوط. هي سؤال سهل هيك وارقامه حلوه. عندي صار زيتا هلا 0.5 واوميجا ان 1، جاهز اني ابدا احسب، مش هيك؟ بقدر ابدا احسب السيتلينج تايم. السيتلينج تايم قديش التايم كونستنت بيساوي؟ 1 على زيتا اوميجا ان. هذا اظن اجاكم فايده بالفصل الماضي. لا مش هيك؟ 1 على زيتا اوميجا ان بصير عندي 1 على نص في 1 وتساوي 2 سكندز. اذا السيتلينج تايم على اساس 5 شو بيساوي؟ 10 سكندز. ايش كمان ممكن احسب بالبرسنتج اوفر شوت؟ اذا عندي هلا ام بي برسنت بيساوي اللي هو هاي النسبه على هاي النسبه، قديش راح يطلع كبرسنتج من الفاينل فاليو؟ بيساوي عندي اكسبوننشال ماينس باي زيتا على سكوير روت اوف 1 ماينس زيتا سكوير، ويساوي عندي بتصير اكسبوننشال ماينس 0.5 على 1 ماينس 0.25. قديش تطلع معنا؟ تطلع معنا 0.163. بس اذا بدي احطها كبرسنتج شو بعمل؟ 16 مضروب في 100 بتصير عندي 16.3%. شو يعني هاي فيزيكلي حسيا؟ شو يعني؟ ايش يعني 16.3%؟ الاوفر شوت على النسبه هاي رح تكون قديش نسبتها هاي من هاي؟ 16. يعني هاي تقريبا 1 على 6 من هاي، رح يطلع فوق الفاينل فاليو اللي انا طلبته بمقدار 1.16%. هلا هذا ممكن يكون مشكله، ممكن يكون مش مشكله. كيف نعرف؟ من السيستم، اذا بتدرس السيستم اللي احنا بنصممه اللي عم نشتغل عليه، هل هاي مشكله الاوفر شوت ولا لا؟ اذا كانها مثلا عمليه صناعيه وفي عندي مثلا برودكت عم بسخنه وشغلت السيستم، شغلت ستيم مثلا الستيم انبوت، والستيم انبوت رح يسخن العمليه هاي، وصار عندي هذا اوفر شوت، ممكن التفاعل كله يخرب، الماده كلها تخرب من هاي درجه الحراره هاي مثلا. ممكن لا، انت بدك تعرف، ممكن يكون في عندي ديسبيسمنت في جسر، الجسر هذا ممكن يعمل ديسبيسمنت مثلا، او جهاز معين يعمل ديسبيسمنت، وممكن ال 16% ما تكونش تكون كثيره، ينكسر شيء او تضرب في شيء معين. هي دي صار البرسنتج اوفر شوت. التايم تو فيرست بيك شو بيساوي؟ تي بي بيساوي 5 على اوميجا دي، ما حسبناش احنا اوميجا دي، اذا اوميجا دي بنحسبها من هون. اوميجا دي شو بتساوي؟ اوميجا ان في 1 ماينس زيتا سكوير. عندي هاي 1 وهاي 1 ناقص ربع، مش هيك؟ لانها نص. تطلع معي اوميجا دي اوميجا دي 0.866. لاحظوا مين اكبر؟ مين اكبر؟ اوميجا ان ولا اوميجا دي؟ اوميجا ان. اوميجا ان دائما اكبر من اوميجا دي، مش هيك؟ تذكروا المثلث الوتر تبعه مين؟ اوميجا ان. واحد من الاضلاع الضلع العمودي هو اوميجا دي، والضلع اللي تحت زيتا اوميجا، زيتا اوميجا ان. تمام. هلا هون بصير عندي هلا هاي باي على 0.866، ايش وحدتها لازم تطلع؟ سكندز، لانه هذه راديانز بير سكند والباي دايمنشنلس تطلع معي سكندز. التايم تو فيرست بيك بتطلع 3.628 سكندز. ايش ضل عندي اخر شيء؟ الرايز تايم، بس حتى احسب الرايز تايم لازم اجيب بيتا. اذا عندي كوساين بيتا بيساوي زيتا، اذا زيتا بتساوي او بيتا عفوا بتساوي ارك كوساين زيتا. ايش الزاويه اللي كوساينها نص؟ 60، مش هيك؟ بس هاي 60 ديجري شو بتساوي بالراديانس؟ باي على
ثلاثة مش هيك؟ 180 على ثلاثة وهي ايش وحدتها؟ ريتنج قديش؟ 54 لا 60 مضبوط. ضل عندي اخر شيء هلا الرايز تايم تي ار بتساوي باي ماينس بيتا بالريديانز على اوميجا دي. الرايز تايم اللي هي التي بي على فكره وينها؟ مين لازم يطلع اصغر التي دي ولا التي ار؟ التي ار لازم يكون اصغر من التي دي. تي ار من هون لهون والتي بي من هون لهون. اذا احنا بدنا نطلع التي ار المفروض انها تكون اصغر من 3.628. عندي صار هلا باي ماينس باي على 3 على 3. ليش اوميجا دي كانت 0.866 تطلع معي تي ار 2.42 اللي هي اصغر من تي بي 2.42 سكند. يعني احنا بنقول هذا السيستم احنا ما صممنا له كنترولر ولا عملنا له شيء، احنا بس عم ندرس السيستم زي ما هو هلا في الاوبن لوب، ما عملنا له كنترولر ولا سكرنا له ولا اي شيء، عم نقول هذا السيستم لو جيت دخلت عليه يونت ستيب فانكشن، يونت ستيب فانكشن اذا دخلت عليه ستيب فانكشن زي هيك هي الريسبونس تبعه رح يكون بهذا الشكل. وهاي التفاصيل تبعت هذا الريسبونس ما حكينا لسه عن الستيدي ستيت رح نحكي عنه بعد شوي. احنا بس حكينا عن الاربع ترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشنز. الاوفرشوت رح يكون 16% رح يطلع هون 16% فوق الفاينل فاليو اللي انا طلعته. فاذا هون حاطط مثلا انا 100 رح يوصل هذا 116 في اول مره بعدين رح يزبط. رح يكون عندي السيتلينج تايم رح تاخذ حوالي 10 سكند لحد ما يوصل within 1% of the final value، لانه احنا قلنا العشر بخمسه تاو شو بتتناسب مع 1% ايرور. الرايز تايم تبعه حتى يوصل هاي القيمه 2.4 سكندز وحتى يوصل البيك 3.6 كانت مش هيك 3.628 سكندز. اذا هذا طبعا اذا سكرت اللوب وصممت له كنترولر بصير افضل حسب التصميم اللي انا صممته وايش بدي منه.